السلام عليكم أعزائي الكرام. خصكم تعرفوا بأن القسوة كتولد القسوة، والعنف كيولد غير العنف. قصة ديال اليوم من أبشع القصص، حيت ملي كتموت الإنسانية كيموت من داخل منا داك الإنسان، وكيتحول لوحش كناكلو اللحم ديال بعضنا. قبل ما نبدأ القصة، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وبارطاجيو مع الحباب والصحاب، وشي تعليق مزيون كيف حالكم. وشكرا لكم. ونبدأ. كانت ماشية في الشارع مزروبة، ما بغياش يتعطل، ولكن في النص ديال الطريق وقف واحد من دوك الباعة المتجولين، وكان كيهز بزاف ديال الحاجات قديمة في واحد الكروسة اللي كان كيدفعها، وقال له: استنى للا، خذ هاد المفتاح، راه مفتاح ديال السعادة، هيخليك تعيشي سعادة أبدية، وعمرك ما تحس بالحزن أو تندم على شي حاجة، غير تقي بيا. هكا للا، خوده، غادي يريحك من كل شي. شافت فيه بدهشة وقالت مع نفسها: دابا هاد خانة واش سمعني كنهضر مع راسي؟ والله لا طلعت لي هاد الدنيا في راسي، ما كرهت شي غير الخلاص. بصح علاش ماشي من حقي نفرح حتى انا؟ وهي تشوف ديك المفتاح اللي بين يدو مشلوطه متعشبه. الراجل مد لها المفتاح اللي كان شكله غريب وكبير، مصنوع من الحديد، وكان لونه كحل مغلوق. خداته منه وهي مرفوعه تقول عاملين لا السماوي. المفتاح كان ثقيل بزاف، كيفاش هيحقق لها هاد المفتاح السعاده؟ وتسألت بحيرة. وبعد السعادة كتشرى، هزت راسها وهي كتقول: علاش لا، كل شي ممكن يتشرى، وأي حاجة عندها تمن. شرت المفتاح من الراجل وهي كتضحك على راسها، حيت ما قدرتش حتى تهز داك المفتاح. خداته ورجعت ندارة بالزربة. غير دخلت جبرت راجلها واقف مع الصب كيتسناها، وهز واحد السنطة بدا كيضرب فيها كالعادة، حيت تعطلت عليه بالغدا 10 دقايق كاملة. وهنا ما قدرتش تزيد تحمل هاد العذاب وكل هاد الألم، وهي تهز داك المفتاح وضربت له راسه، تقسم له راسه، وبدات كتضربه بقوة وبهستيريا، كيف حال هذا آخر حاجة تعمله في حياتها. وهي كتفكر الضربات ديال السنطة على جسمها اللي كان كيضربها كل مرة، وهو يطيح الزوج ميت وغارق في دمه، الأرض كلها عمرة دم. وهنا نهدت براحة وحست بالفرحة، حيت رجلها دمر أحلامها كاملين وحياتها. أخيرا مفتاح السعادة رجع لحياتها، دابا بقى لها كيفاش عتخلص من جثتها. جرت الجثة للحمام بصعوبة، جابت الشاقور من الكوزينة وبدت كتفصل الراس على الكسدة، زولت العينين النيف والودنين، حطت الراس المشوه في ميكة كحلة ديال الزبل، وحطت حتى اليدين والرجلين في ميكة أخرى. موراها قطعت أطراف صغيرة من اللحم، بعد ما مشت العظام وزولت الجلد اللي حطاتو حتى هما في ميكا كحلة، والمصارن في ميكا أخرى. كل حاجة فرقاتها، عملت له كيف حال الحولة ديال العيد. هزت اللحم حطاتها في الفريكو حتى عمر، وما بقاش كتجبر فين تحط. وهي طيح لها واحد الفكرة على البال، بدلت حوايجها بالزربة ومشات عن جارتها اللي ساكنة بغلطة، وطلبت منها تخلي عندها 3 ديال الميكات ديال اللحم في الفريكو، حيت الثلاجة مخسرة، وعاد سافر عند عائلتها شي يومين، وبأن هذا اللحم ديال الشهر عاد ضيع فيه، وما عرفتش شنو تعمل في هاد الحصلة. وما كان على الجارة غير وافقت بكل ود وحب، وصافي الخوت. رجعت في حالها للدار وهي كتبتسم من السعادة، بدات كتنقي كل شيء وكتزول الآثار ديال الدم،
مسحت الدار مزيان بمطهر قوي وحطت حويج رجلة وحويجة في اللابادورة وبدأوا كيتصبنوا. شافت في الدار جبرت كل شي نقي وكل شي كما كان. رشت واحد معطر قوي حيت كانت الريحة زفرة ديال الدم لاصقة في الدار. قالت آبا على مصيبة، كنت عننسى المفتاح باقي فيه الدم. وناضت غسلاته مزيان من الدم بستو، كنت فرحانة حيت خلصها من راجلها وعطاها السعادة اللي بغياها. قررت تعلق المفتاح في بيت النحاس فوق الفراش مباشرة. زولت صويرة هي وراجلها وسيبتها في الأرض بقوة وعلقت المفتاح اللي كانت ربطاته بحبل قوي. ايوا يا الخوت، بدلت عينيها وهزت دوك الميكات اللي فيهم الراس والمصاران والرجلين والى اخره، عملاتهم في واحد البليزة وخدتهم وخرجت من الدار. ركبت في التران ومشت مدينة اخرى. نزلت في محطة القطار ديال واحد الدوار ما كتعرفوشي ومشات نوح الجسر ووقفت كتطلل. تلفتت اليمين وتلفتت شمال ما جبرت حد كيشوفها، وبالزربة جبدت واحد الميكا ورماتها في الماء ومشات كتجري. رجعت ركبت في التران عاوتاني ومشات مطع اخر، عملت نفس الشي. تخلصت من الميكات ورجعت من الدار مهلوكة وفرحانة. ايوا المهم يا الخوت، السيدة من اللي سالت جاها الجوع، فكرت قبل ما داكل تمشي تضرب لك دوش دافي ترخي فيه الاعصاب عاد تشوف شنو تعمل. وهي كدوش شهات اللحم شوي وقررت تاخد واحد الميكة من هادوك اللي في النيبيرة وبدات كتشوي اللحم على الفحم بعد ما عملت له العطرية والبصل والثوم. ايوا تعشت مع راساتها وهي كتسمعن الموسيقى وكتغني. شافت في الساعة جبرت 3 ديال الليل. الوقت داز داغية، ما كانتش باغية تنعس حيت كان في الداخل ديالها بزاف ديال المشاعر مختلفة واشياء كثيرة. بقات كتتفرج حتى دات عينها. ناضت في الصباح مهلوكة وكان فيها الجوع بزاف. صراحة البارح المذاق ديال اللحم كان لذيذ بزاف ولكن ما عندهاش الوقت باش تشوي. خدات واحد الصاك صغير ديال السفر وعملت فيه حويجة وواحد الميكة من دوك الميكات اللي في التلاجة. قررت طيب دارهم وتعرض على العائلة كاملة. هاد المرة ما تدخلش عليهم بيدا خاوية كيف ديما حيت رجلك كي من عدي شي حاجة في يده عند عائلته. ركبت التران ومشت عند عائلته اللي قتلهم بأنها اليوم هي اللي عتعمل لهم الغداء على حسابها. وجدت داك اللحم اللي كلاوه كاملين وحماقوا عليه وعلى اللدة دياله. لغت ليه رجعت من الدار، دخلت جبرت كل شي باقي هو هادك، كل شي عادي وهادي. وهي تقابل جارتها مع العتبة ديال الباب، سلمت عليها الجارة وسولاتها علاش راجلك خدا البارح اللحم من عندي، واش عدلتو التلاجة؟ وهي تشوف فيها مخلوعة وقتلة. شنو قلتي؟ ردت الجارة، راجلك البارح خدا اللحم من راجلي حيت انا كنت في الخدمه. ما جاوبات شي، دخلت من الدار وشدت الباب في وجهها وهي كتفكر في هاد التخربيق. هي متاكده قتلاتو. مشات بالزربان التلاجه فتحاتها، جبرت الميكات باقين في مطعم. هزت راسها وقالت يقدر جارتها طمعت في اللحم حيت اللحم غالي هاد الايام ما تعرف. وخرجت ميكا اخرى وحمرت اللحم في الزيت وتغدت به. قررت تدخل تنعس وترتاح شوية باش تفكر شنو تقول للناس على الاختفاء ديال راجلها.
تمدت في الفراش وعلت راسها فوق كتشوف في المفتاح، مفتاح ديال السعادة اللي معلق بكل المتينات. غمضت عينها واحد شوية، حست بشي حاجة فوق منها كيبان كلات بزاف، وهي تفتح عينها مرة واحدة باش تشوف فوق، وهي جبر راجلها كيدلها من السقوف وهو شد في المفتاح وكيشوف فيها بعينين حمرين فيهم الدم. ما جبرتش الوقت باش تغوت حتى كان طاح المفتاح فوق راسها وقسم لها راسها. ماتت الزوجة وهي كتفكر كلام ديال البائع اللي قال لها عيريحك هاد المفتاح من الأبد، راحة أبدية. ما كيبقى التساؤل، واش كان المفتاح السعادة أم مفتاح الموت؟ ما اكتشفوش الجثة ديالها غير بعد أسبوع، حتى بدات كتخرج ريحة خايبة وما بانتش الزوجة. عيطوا الجيران للبوليس اللي اقتحموا المنزل وجبروا الجثة مقسومة راسها على جوج. هذا مفتاح الموت، بين رجله هو اللي قتله، هذا هو كلام البوليس. الغريب في الأمر بأنهم كيتهموا الزوج قتل مرته وهرب، عياو ما يفتشوا عليه ولكن ما جبروهش. صراحة ما عرفتش علاش ما فتشوش عليه في الثلاجة، دايما كيفتشوا في المكان الغلط وكيخليو الموطع اللي فيه. من البداية فين عيكون الزوج؟ أكيد عيكون غير في